لكم اليوم بوريكم شيء خزفي مهم، وهي هذا الإبريق المهم الذي وجد في الكويت ضمن المقتنيات الأثرية للمتحف الكويت الوطني. هذا الإبريق عبارة عن إبريق وجد من العصر الإسلامي، إبريق مزجج من العصر الإسلامي ما بين القرن الثالث والرابع هجري. حقيقة توقفت عنده لأن لفت نظري تصميم هذا الإبريق والخزاف الإسلامي، كيف تمكن من تصميم هذا الإبريق بشكل هندسي وبشكل رائع وبشكل تقني عجيب. أولا لو تلاحظون القاعدة قياسها 5 سنتي، لاحظوا معي 5 سنتي القاعدة ويعادلها فتحة الفوة اللي هي موجودة هنا. أبيكم تلاحظون البطن، كيف أن البطن يعادل 2.5 حجم القاعدة، 13.5 سنتي تقريبا حجم البطن. بالإضافة إلى أنه أبدع في موضوع الرقبة، رقبة الإبريق لتسرب الماء اللي موجود وأيضا الشفة اللي موجودة في الإبريق. ثم لاحظوا المقبض، اليد اللي موجودة، كيف وصل اليد هذا الخزاف توصيلة جميلة بالخط الرائع الذي يفصل ما بين الرقبة وما بين الجسم. تصميم رائع من الخزاف الإسلامي، وهذا الكلام في القرن الثالث والرابع هجري. لاحظوا معي حتى مسافة الرقبة مدروسة، المسافة اللي موجودة فيه، الفوة، البطن، القاعدة، كل هذه التفاصيل الجميلة في هذا العمل. راح أوريكم إن شاء الله مستقبلا العمل الأصلي، وراح أحاول أكبر هذا العمل إلى عمل كبير حتى تشوفونه بشكل أفضل. هذه دراسة مهمة جدا في الخزف الإسلامي أو الخزف اللي موجود في المتاحف، وإن شاء الله سيعجبكم العمل في المستقبل. تحياتي لكم.